إلى أبرز مقالات الرأي لنا اليوم ونشرت صحيفة الواشنطن بوست مقال كتبه ماكس بوكس قال فيه إن رئيس الوزراء وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أكبر تهديد على أمن الكيان الصهيوني يقول الكاتب أنا مقتنع اليوم بأن التهديد رقم واحد على أمن الكيان الصهيوني يأتي من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ويضيف الكاتب يبدو ان بيبي كما يطلق عليه لا يهتم بان سياسته او سياسته تعمل على تقويض ديمقراطيه ما يسمى بالكيان المحتل ويخاطر بعلاقات الكيان الوثيقه مع الولايات المتحده وربما اشعلت انتفاضه جديده داخل الاراضي المحتله يؤكد الكاتب ان نتنياهو ما يهمه هو الحفاظ على سلطته وسياسته الراديكاليه وهي الثمن الحفاظ على ائتلاف حكومي من احزاب اليمين المتطرف. ماكس قال ان الصدع المستمر بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان واضحا في بيان البيت الابيض عن مكالمه التي جرت بينهما فقد اكد البيت الابيض ان الرئيس حذر رئيس الوزراء الصهيوني من مغبه اتخاذ اجراءات من طرف واحد لتوسيع الاستيطان في الضفه الغربيه المحتله واكد على اهميه الحصول على اجماع واسع قبل المضي في الاصلاحات القضائيه، بالمقارنه ركز البيان الصادر عن حكومه الاحتلال الاسرائيلي على ان المكالمه شملت على او تكلمت على موضوعات نتنياهو وايران والارهاب وهنا غضب البيت الابيض من رسائل نتنياهو المخادعه يقول الكاتب ويوضح الكاتب ان نتنياهو كان قد علق الإصلاحات القضائية في الربيع ولكنه عاد إليها رغم الاحتجاجات الواسعة وتهديدات جنود الاحتياط لعدم تنفيذ الأوامر حالة استدعائهم الكاتب اختتم مشاهدين مقاله أن الكيان الصهيوني اليوم يواجه معضلة مثيرة للقلق ويحاول بايدن إعادة بيبي لعقله لكنه بحسب الكاتب نتنياهو لا يستمع لصوت العقل.